مرحبا بكم، مشكورين جوهرة فام على تغطية الحملات اللي قاعدين نقوموا بها. انت تعرف في اطار الاستعداد معناها لراس السنة الميلادية يقع الاقبال برشا على مواد المرطبات وكذلك معناها حتى المواد الدجاج المشوي. دونك وقع تكوين فريق متكون من مصلحة حفظ الصحة تابع لبلدية سوسة وفريق الشرطة البيئية لتأمين المراقبة الصحية. كما عينتوا معنا شفتوا معنا معناها راقبنا المواد الأولية، مكان التحضير، التجهيزات، المعدات اللي قاموا بها. دونك قمنا حتى كما شاهدتوا بإتلاف بعض المواد المنتهية معناها الصلاحية، بعض التجهيزات ولا المعدات اللي قموا بها تبدا معنا في حاله غير جيده، زاد قمنا بالاتلاف نتاعها في الكاميرات على عين المكان. دونك الحمله بدات من 16 ديسمبر والحمله متواصله ان شاء الله حتى 31 ديسمبر. دونك اسفرت لحد الان في حدود اليوم 23 ديسمبر الى رفع 14 مخالفه، اي 24 ديسمبر رفع 14 مخالفه صحيه من صنف ثاني 60 دينار، وان شاء الله والانذارات هذا اللي معناها مستحق يستحقوا معنا انذارات كتابيه، مش نقوموا بتحرير الانذارات الكتابيه وتسليمها للمخالفين باش يتجاوزوهم على الخلات هذه. اللي ننصح به المواطنين بصراحه كونوا يتزودوا سواء بالمرتبات او بالدجاج المشوي من المحلات المعروفه واللي تقوم بالنشاط هذا على طول السنه، ما يتزودوش من اماكن غير معروفه. وهكا شفتوا معناها يقع المعاينه بتاعهم ويقع معناها تأمينك الشروط الصحية عن طريق المراقبة نتاعنا ومن طرف لقيان في حفظ الصحة ولقيان في الشرطة البيئية يقعوا معناها بالتأمين نتاع معناها السهر على معناها كوني على السهر على كوني تكون معناها مصنوعة ولا معناها في ظروف سليمة وفي ظروف معناها تحترم شروط حفظ الصحة. هذه اللي ننصح به المواطنين معناها.